لنا منذ البداية معها الرواية. أهلا بها أهلا جنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبايب الحلوين في برنامج حكاية جنى. اليوم رح أحكي لكم حكاية فراس. كان يا مكان في قديم الزمان كان في ولد اسمه فراس. هذا فراس يا حبايب الحلوين كان كتير شاطر بالمدرسة وذكي كتير، كانوا أهله ينتبهوا لدراسته. والفصل اللي هو فيه بالمدرسة فيه طلاب كتير شاطرين ومميزين. في يوم من الأيام فراس هو رايح المدرسة، لما وصل راح صفه وبلشت الحصة الأولى. وبنص الحصة الأولى طلب الأستاذ من فراس إنه يكتب له إشي على اللوح. قام فراس يكتب له. فراس عم يكتب قال الأستاذ إنه في واجب لازم يعملوه، لكن فراس ما انتبه للأستاذ وهو عم يحكي عن الواجب. خلص اليوم الدراسي ورجع فراس على البيت. وتاني يوم راح فراس على المدرسة. قبل ما تبلش الحصة قعد أصحاب فراس وفراس قاعدين يحكوا، فقعد يحكوا عن الواجب. فراس استغرب إنه أي واجب، أنا ما سمعت الأستاذ بيحكي عن الواجب. فلما بدأت الحصة الأستاذ قبل ما يبلش شرح حكى لكل الطلاب: يا طلابي قوموا وقفوا وارفعوا الواجب. كلهم قاموا وقفوا ورفعوا الواجب إلا فراس. طبعا فراس بوقتها قاعد يفكر ويقول: أنا شو بدي أعمل، أنا شو بدي أعمل. فجأة اجت بباله فكرة انه يكذب على الاستاذ ويقول له انه انا حليت الواجب بس نسيت الدفتر بالبيت. فاجى الاستاذ وحكى لفراس: يا فراس وين الواجب اللي حكيت لك عنه مبارح؟ حكى له فراس: يا 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 استاذ. طبعا حكى له فراس وهو متوتر متردد، حكى له: انا حليت الواجب بس نسيت الدفتر بالبيت. حكى له الأستاذ: مو مشكلة، تعال بكرة وجيب الدفتر معك ووريني الواجب. حكى له فراس: حاضر حاضر. بنص الحصة طلب الأستاذ من فراس إنه يقرأ له النص من كتابه، لكن فراس متعود إنه يحط كل دفتر واجب للمادة هاي جوا الكتاب. فحط دفتر الواجب تبع هاي المادة جوا الكتاب. فلما فتح الكتاب وقع الدفتر على الأرض. كل أصحاب فراس والتلاميذ اللي بالصف تفاجأوا، وبرضه تفاجأ الأستاذ واستغرب من فراس، لأنه فراس طالب مجتهد وذكي ولا مرة بحياته كذب على الأستاذ. حكى له الأستاذ: يا فراس أنت ليش كذبت علي وحكيت لي إنه الدفتر أنت نسيته بالبيت؟ هاي الدفتر هون، ليش حكيت لي هيك؟ توتر فراس كتير وقعد يحكي للأستاذ وهو متوتر: يا أستاذ أنا ما حليت الواجب لأنه أنا ما انتبهت وأنت بتحكي، لأني أنا كنت قاعد بكتب وما انتبهت عليك وأنت بتحكي عن الواجب. حكى للأستاذ: يا فراس كنت حكيت لي أنك ما انتبهت على الواجب وأنك نسيت تعمله،
كنت سامحتك وما عملت لك إشي. وقال له الأستاذ إنه برضه حب الكذب قصير. انحرج في راس من الأستاذ وباقي زملائه، وتعلم إنه الكذب حبله قصير وما بصير يكذب. وهيك حبايبي الحلوين منكون تعلمنا من هاي القصة إنه ما نكذب ونكون صادقين، لأنه حبل الكذب قصير وإنه الكذاب نهايته سيئة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، بشوفكم بحلقة تانية من حكايا جنى. مع السلامة.